عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لقد جلبت فكرة لترشيد الماء أو كيف نحسب الماء عندما أفرش أسناني. نحتاج إلى وعاء كبير، ونحتاج إلى كوب قياس، ونحتاج إلى قلم وإلى كتاب العلوم حتى نحسب الأجرات التي تطلع لنا، ونحتاج فرشة ومعجون أسنان. والآن أنا سأفرش أسناني وسأفتح صنبور الماء حتى أحسب اللترات على كوب القياس. طيب أنا الآن سوف أفرش أسناني. هذا كافي. الآن سوف أسكب الماء على كوب القياس. الآن ماذا طلع لنا؟ 290 لترا. الآن سوف نضرب المدة الزمنية وعدد اللترات المستهلكة. الأسبوع 290 ضرب 7 يساوي 237، وشهر 290 ضرب 30 يساوي 8700 لتر. والآن السنة 290 ضرب 360 يساوي 4400. هذه هي اللترات التي استخدمناها في الشهر أو الأسبوع أو السنة. هذه هي اللترات 4400. هذه هي عدد اللترات التي استخدمتها لمدة سنة لتفريش أسناني. إلى اللقاء.